طب لازم حتى ولا خلاص بقى؟ لا لا انت واللي حواليك كده شيل مع اللي حواليك شويه اول ربع ساعه كده دي قولوا لي ايه وانا اقول لكم الكلام ده محفوظ دي حاجات تانية الكلام مش مواجه ليكم انتوا كطلبة مش دعوة بالحاجات دي عادي الكلام مش عليكم ما عملوا ايه ما عملوا ايه عشان احنا نعمل بس هو ده السؤال دلوقتي طيب بصوا بس هو يعني حتى لو كان قصده عليكم هو كان السنه اللي فاتت كان في طالب موجود في اسيوط عمل ايه؟ هو ده القصد يعني عمل نظام حضور وانصراف بالباركود لو في انا هو عاوزكم تعملوا كده برضه ان في ناس تطلع بافكار تيجي تقول انا يا جماعه عاوزين نعمل كذا ايه دي قصه ان انت بس مش مجرد ان انت قاعد تتعلم وخلاص لا انا بتعلم وفي في دماغي حاجات عاوز انفذها هتلاقي الوقت يعمل نفسه بيساعدك يعني زمان يعني الطالب اللي كان عامل الباركود ده دلوقتي هو اللي راح اشترى له الجهاز بتاع الباركود ده ب 2000 جنيه بس هو مجرد ان هو يعني فكره وان انا هشتغل يا جماعه اول ما اشوفه بس بيبتدي وبدا يطلع احنا منتج وكده بدا هم يساعدوه بقى خلاص بعد ما خلص الكلام ده بدا دكتور محمد قال له انا خلص انت بس الباركود ده وانا هشتري منه بعد ما خلص الباركود ودكتور محمد اشترى منه راح جاي عامل معدل في الويب سايت كنا عاوزين نعمل شويه تعديلات في الويب سايت بتاع حضور وانصراف بتاع المعيدين نفسهم راح جاي هو عامل ويب سايت جديد راح جاي دكتور نبيل اللي هو ماسك فرع شيراتون راح جاي مشتري منه الويب سايت هي القصه كلها هو بتاع الصوت هو الطالب ده كمان بس لا بس هو انا ما رحتش اسيوط السنه دي الا يوم واحد فما اعرفش هم عملوا ايه خلاص هي القصه بس يمكن هو لو قصده على الكلام ده ان قصده ان انتوا بس مش مجرد ان انتوا قاعدين هنا تتعلموا بس لا انا عندي شويه افكار واقدر اقول الافكار دي وهتلاقي الناس نفسها بتساعدك هي دي يعني ميزه في مجال الاي تي كله مش في الاي تي بس ان انت بتلاقي الناس بتساعدك جديدة دي مكان كده زي ما تقول بنك فلوس واحد قاعد معاه فلوس كتير جدا بيقول لك يا جماعة بيتحايل على الناس يا جماعة اللي عاوز يجي ياخد فلوس يتفضل بس لازم يكون ايه شخص يقدر ماشي ما هو شخص يقدر عنده فكرة يعني هديك فلوس وخلاص انت لازم تعملي حاجه يعني هي الاتيدا دي اورجانيزيشن في مصر هدفها ان هي تعمل ايه ترفع مجال الاي تي في مصر تعال انت هات فكره ترفع مجال الاي تي في مصر مجرد انت تجيب فكره وتقول انا هعمل شركه هو كده بيفهم ان انت ان الفلوس اللي هو بيصرفها دي مش بيضيعها على الارض كان في واحده من الحاجات اللي كانت عاملاها ايتيدا في حاجه اسمها CMMI او الناس كلها دلوقتي بتدور ان هي تشتغل ستاندرز وتاخد ليفلز عشان تبقى شركه معتمده خلاص كان في شركه من بره جايه مصر هنا تعمل شويه برزنتيشنز وتساعد الناس او شركات في مصر ان هي تحاول توصل للCMMI ده كانت لازم كل شركه عشان تحضر البرزنتيشن دي والشركه او الشركه اللي جايه من بره تساعدها كان لازم كل شركه تدفع 100000 جنيه يعني انا كشركه عشان اروح احضر البرزنتيشنز بتاعت الناس دي لمده اسبوعين والناس دي تبقى تيجي تعمل اوديتنج عليا وتشوف الستاندرز اللي شغاله عندي دي سليمه ولا مش سليمه كان انا ادفع 100000 جنيه دي عملت ايه قالت لكل شركه عشان بس تضمن يعني ان الشركه فعلا هتشتغل في القصه دي قالت لكل شركه ادفعوا انتوا 10000 جنيه وتيجي دفعت 90000 جنيه هي قصه يعني قصه ان انت بس تبقى انت عاوز تشتغل خلاص هو كان بياخد ال 10000 هو كان ممكن يبتدي يدفع ال 100000 جنيه كله بس عشان تضمن ان الشركه مالها مهتمه بالموضوع فخلت الشركه تدفع جزء وهي دفعت الجزء الاكبر كله خلاص خلينا بقى في الحاجات الحلوه الثانيه خلينا بقى في اخر حاجه خدناها الابلكيشن فاريبل ده بيعمل ايه تعرف فاريبل على مستوى الابلكيشن كله ده مش بيبقى على مستوى يوزر معين ده بتبقى حاجه جلوبال على مستوى الابلكيشن بتاعي كله خلاص بقى الصوت دي بتبقى حاجه جلوبال على مستوى الابلكيشن بتاعي كله خلاص ازاي اقدر اعد عدد الكاونترز الموجودين في الـ او بيخش على الابلكيشن بتاعي قلت ان انا بعمل ايه بعمل ابلكيشن فاريبل في الستارت بتاعي وبعد كده بزود الابلكيشن فاريبل ده جوه الايه جوه السيشن لو انا عاوز اعد بس عدد الناس اللي كونكتد اروح رايح منقص في السيشن اند الفاريبل بتاعي طيب انا عاوز دلوقتي اعمل ايه كمان مش مجرد بس ان هو يعرض لي عدد الناس اللي داخله ده انا عاوزه كمان يطلع لي السيشن اي دي احنا قلنا ان اليوزر لما بيعمل كونكشن مع سيرفر معين بيبدا يتفتح ما بينه وما بين سيشن ما بين الكلاينت وما بين السيرفر سيشن ساعتها السيرفر بيدي للكلاينت ده سيشن اي دي اي دي كده عشان يقدر يتعامل معاه خلاص طيب ازاي اقدر اشوف السيشن اي دي ده انا ممكن اجي هنا جوه الجلوبال دوت اي اس اكس واجي على السيشن ستارت انا عارف ان في السيشن ستارت دي بيحصل ايه
بيبدا السيرفر يدي ايه؟ يدي سيشن اي دي لكل كلاينت بيكونكت، صح؟ يدي سيشن اي دي لكل كلاينت بيكونكت. طب انا عاوز اخزن السيشن اي دي ده فاريبل واعرض الفاريبل ده، ايه انسب حاجه بقى اخزن فيها الفاريبل؟ وانا دلوقتي هنا واقف في جروب اهو، عاوز دلوقتي اخزن الفاريبل اللي هو السيشن اي دي واروح على فورم اعرضه. ايه احسن حاجه بقى من الحاجات اللي احنا خدناها كلها تساعدني ان انا اعمل كده؟ فيو ستيت ده فايل وتاني فايل تاني خالص. سؤال تاني، عندي حاجه اسمها سيشن اي دي هوريه لكم دلوقتي. في حاجه كده لو انا كتبت كده اهو سيشن دوت سيشن اي دي، شايفين ده كده؟ ده سيشن اي دي اللي بيديه البراوزر لاي ديفلوبر بيكونكت. ايه؟ ممكن واحد قال انا هعملها في كوكي، خلاص؟ حل من الحلول ان انا اعملها في ايه؟ في كوكي. في حل تاني ان انا اعملها في سيشن. طب تعالوا نعملها في سيشن كده عشان تبقى اسهل شويه. دوت اد، تمام؟ وهبدا اد ايه؟ سيشن هسميه مثلا اي دي، بقول له الاي دي ياخد الفاليو بتاعت مين؟ بتاعت السيشن اي دي، خلاص؟ عملت سيشن سميته اي دي، الفاليو اللي جواه هي الايه؟ الاي دي بتاعت كل يوزر بيكونكت على الايه؟ على السايت بتاعي. تعالوا كده نروح بقى على البيج بتاعتنا. انا كنت بظهر على الليبل ده ايه؟ الكاونتر بتاعي، سيبك من الكاونتر، انا عاوز اظهر على الليبل السيشن اي دي. هروح على ريتريف القيمه اللي موجوده جوه السيشن، السيشن بتاعتي اسمها ايه؟ اي دي، وسيشن بتريترن اوبجكت، فمضطر احول الكلام ده لايه؟ ران البيج بتاعتي. ده الايه؟ ده الاي دي اللي ده سيرفر لمين؟ للكلاينت ده، خلاص؟ لو عملت ران تاني هلاقي فيه اي دي تاني، يعني لو قفلت الكلام ده خلاص كده انا فصلت السيشن، عملت راننج تاني، هنلاحظ شويه ان الايه؟ الاي دي نفسه بيختلف. خلاص كده؟ ماشي؟ فهمنا قصه السيشنز كده، خلاص خلصنا كل انواع الايه؟ كل انواع الحاجات او التولز اللي بتساعدني ان انا انقل فاريبلز من بيج بيج او في نفس البيج بتاعتي، ان انا اقدر امنتين الستيت بتاعت الفاريبلز بتاعتي. ان شاء الله لو ما لحقناش النهارده هبقى بكره اول حاجه هعملها ان انا اعمل لكم كده دايجرام في مقارنه ما بين الايه؟ الست انواع دول، وامتى استخدم دي وامتى استخدم دي، وكل فاريبل او كل تول بتشيل ايه؟ بتشيل ايه؟ والسكيورتي بتاعتها عامله ازاي؟ وايه اللي بتسايب عند الكلاينت وايه اللي بتسايب عند السيرفر. خلاص؟ انت عاوز الفيديو ولا عاوز السوليوشن؟ اثنين. ايه؟ بس انا عشان اديكوا السوليوشن يبقى انا كده اديكوا اللاجح. انتوا عاوزين كل حاجه ما شاء الله عليكم. من عندي يعني. بس يا ريت الناس ما تاخدش كوبي وبس. سيشن ستارت، ما خلاص خلصنا سيشن ستارت. سيشن ستارت ده ايفنت بيفاير اول ما اي يوزر بيعمل كونكشن على الايه؟ على السيرفر بتاعي. اي كود انت تكتبه جوه السيشن ستارت ده كل مره الكود ده بيتنفذ امتى؟ اي شخص بيعمل كونكتنج على سيرفر او بيفتح البيج بتاعتي او بيفتح الابلكيشن بتاعتي الكود ده بيتنفذ. خلاص ننسى بقى القصص دي كلها ونروح بقى على مين؟ استلمنا بقى من الموضوع ده كله كده. على نقفل الابلكيشن ده ونفتح واحد جديد خالص. يا ريت يا ريت بلاش الهمسه خلاص. ركزوا ركزوا، حد يقرا الكشكول بتاعه ويشوف هو كتب ايه مثلا ولا حاجه، ويسيبكم من ان انت تقعد تكلم واحد زميل. احنا كنا قلنا ان في تول بوكس عندنا حاجه اسمها ايه؟ فاليديتور، صح؟ قلنا ايه الفاليديتورز دي؟ شويه كومبوننتس كده، الكومبوننتس دي مالها؟ معموله بجافا سكريبت، دي بترن ايه؟ او بتوفر عليا الكودنج بتاع جافا سكريبت. انا عاوز اعمل دلوقتي زي ريجستريشن فورم كده، زي ما اخش على ياهو ويبدا يدخل ايه؟ ويدخل اليوزر نيم بتاعتك والباسورد وكونفيرم الباسورد، ويبدا يسالك شويه اسئله، خلاص ودخل الايج بتاعك، ويبدا هو يفاليديت على القيم دي، هل القيم دي فاليد ان هي تدخل ولا لا؟ خلاص؟ ازاي اقدر اعمل حاجه زي كده؟ تعالوا بقى ندراج تيبل ونعمل ريجستريشن فورم ونطبق عليها مين؟ الفاليديتورز دي. هاجي كده اول حاجه هدراج التيبل بتاعي وهبدا بقى اعمل التيبل ده بايه؟ انت لو عاوز تزود عدد الريكوردز جوه التيبل ده قلنا بنعمل ايه؟
اسهل حاجه ان انت تروح على السورس وتعمل ايه وتاخد كده تي ار طبعا اي حاجه انت بتعملها بتظهر في الايه في الديزاين بتاعك طب نشد بقى شويه ندرك شويه ليبلز كده وشويه باتونز ايه اكسسها بالجافا سكريبت بقى اكسسها بالجافا سكريبت عاوز مثلا انسرت هبدا اول حاجه انسرت النيم بتاعي والايدج باسورد كونفيرميشن بتاع الباسورد وادخل مثلا رقم التليفون بتاعي وادي البطن اللي هيرفلكت كل القيم بتاعتي دي كانت ايه صح ولا مش صح خلاص انا عاوز اعمل ايه في الريجستريشن فورم دي بتاعتي دي انا عاوز اقول مثلا ان لازم اما يجي اليوزر يضغط على البطن لازم الفيلد اللي هو بتاع النيم ده لازم يدخل مع كده انت بتقول الفيلد ده ماله ده ريكوايرد فيلد خلاص طب مين اللي هيتشيك عليه انت بس مجرد ان انت تبدا تدراج بقى نمسك الفاليديتورز بتاعتنا وهبدا اقول له مثلا انا عاوز فاليديتور انا عاوز ريكوايرد فاليديتور هقول له ان النيم ده عندك ريكوايرد طب مش جيت انا بس جنب النيم كده ورحت جاي حاطط الايه الفاليديتور ده خلاص جيت جنب النيم وحطيت الفاليديتور طب فين بقى الجزء اللي بيربط الفاليديتور بالايه بتكست بوكس معين او بكنترول معين هاجي بقى شويه كده في البروبرتيز بتاعت الفاليديتورز نتفرج عليها عندنا اهم تو فاريبلز حاجه اسمها ايه كنترول تو فاليديت ايه هو الكنترول اللي هيتربط بمين بالفاليديتور ده خلاص انا عاوز اقول له ان الكنترول او الريكوايرد فاليديتور ده مربوط بمين التكست بوكس الاولاني خلاص طيب ايه الكلمه اللي هتطلع مثلا هنا شايفه هو كاتب كلمه ايه ريكوايرد فيلد فاليديتور ايه الكلمه اللي هتطلع لو هو ما دخلش الفيلد ده اقول له مثلا يو ماست انتر نيم او نيم ريكوايرد خلاص ماشي طيب عندنا كمان حاجه اسمها ايرور مسج ايه ايرور مسج دي هنلاحظ ان في واحد من الفاليديتور اسمه ايه فاليديشن سامري فاليديشن سامري ده بيجمع لك كل الفاليديتورز او كل الايرورز في ايه في بلوك واحد يعني انت هنا كل فاليديتور انا بحطه بيعمل ايه هو لو النيم ما دخلش هيكتب كلمه ايه نيم ريكوايرد صح السامري فاليديتور ده بقى ايه فايدته ان هو يجمع كل الايرورز اللي موجوده في البيج او كل الحاجات او الفاليديشن الموجود في البيج ويعرضها لك كلها مره واحده خلاص المسج بقى اللي هتظهر جوه الايه جوه الفاليديتور يعني في حاجه اسمها عندنا تاني كده ادي ريكوايرد فاليديتور عندي حاجه اسمها تكست وعندي حاجه اسمها ايه ايرور مسج تكست ده اللي هيظهر جنب مين اللي هيظهر جنب التكست بوكس اللي هو دايما انت بتخش اي ويب سايت بتلاقي ايه ان هو حاطط لك بالظبط النجمه دي او الستار ان انت بس ايه علامه الستار دي ان الفيلد ده ماله ان الفيلد ده بيبقى ريكوايرد صح خلاص انما الايرور مسج دي الكلمه اللي هتظهر فين بقى تحت دي اللي هتظهر عند الفاليديتور تحت خلاص اللي هتظهر في الفاليديشن سامري لو انت مش عامل فاليديشن سامري اكيد الايه الايرور مسج دي مش هتظهر خالص خلاص فاليديتورز دي يعني ايه انت عاوز تيجي تعمل شويه حاجات زي اللي كنا بنعملها بالجافا سكريبت ان انا مثلا هاجي اقول له لازم تدخل النيم لازم الفون بتاعك يبقى 7 حروف
لازم الباسورد تكون او الكونفيرميشن بتاع الباسورد القيمتين لازم يكونوا شبه بعض. مش حاجات دي احنا كنا بنعملها في اول كورس جافا سكريبت. اول يوم كنا بنعمل كده، كنا بناخد شويه انبوتس من اليوزر ونقعد ايه نفاليديت عليه. هو وفر عليك الكود ده، قال لك انا عامل لك حاجه اسمها ريكوايرد فاليديتور. معنى كلمه ريكوايرد فاليديتور ده ان انت بتربطه بكنترول معين، يعني الكنترول ده لازم الكنترول ده يبقى ليه فاليو عشان اقدر ابص او اخش البيج تاني. خلاص عمل لك حاجه اسمها رينج فاليديتور. يعني ايه رينج فاليديتور؟ هربط الرينج فاليديتور ده بكنترول، يعني بقول ان في قيمه هتخش في الكنترول ده لازم تقع في رينج معين. خلاص ادي ريكوايرد فاليديتور ده اول واحد. قلنا ان اول او اهم خاصيات فيه هي مين؟ الكنترول تو فاليديت. انت عاوز ايه هو الكنترول اللي هتربطه، والتكست ايه الكلمه اللي هتظهر جنب الكنترول، وفي حاجه اسمها ايه ايرور مسج. دي هتظهر امتى بس؟ لو انت عامل فاليديشن سمري الايرور مسج دي هتظهر تحت. خلاص تعالوا كده جوه البطن، ان انا لما هضغط على البطن ده هيعمل ريسبونس. دوت ريدايركت اعمل له بيج ثانيه. هاد بقى البيج اللي هو هيروح لها، سمعت عليه حتى بيج 2. طيب تعالوا نران كده. انا كل القصه ان انا عملت ايه، هو بس فيلد واحد وعملت فيلد ده كوان. اول ما هيجي ران ادي الفورم بتاعتك بالكامل اهي. اضغط على البطن بدا يعمل ايه، لان انا كاتب جوه البطن ان هو يعمل ايه ريسبونس دكتور لايك. بس انا ايه دلوقتي حاطط كنترولز او فاليديشن او الفاليديتورز دي، والفاليديتورز دي جافا سكريبت، الحاجات دي بتطلع عند الكلاينت قبل اساسا ما يروح عند السيرفر. خلاص بدا يقول لك ان الفيلد بتاعك ايه ده ريكوايرد، يبقى هبدا ادخل فيه كلمه. خلاص واضغط على البطن. شايفين الفاليديشن سمري اللي هو انا ما كنتش مغير في الايرور مسج، فكتب لك بس ان ايه ان في ريكوايرد فيلد فاليديتور. لكن التكست دي بتظهر جنب مين؟ جنب الكنترول بتاعك. والفاليديشن سمري هو بيجمع كل الفاليديتورز ويحطها لك في الايه في الفاليديشن سمري ده. هضغط على البطن. خلاص انت اوريدي، هو هنا بيقول لك ايه ماشي، يعني انا مش كاتب بس اسم البي جي، انما هو عمل ايه عمل ريدايركت. طب لو انا مش مثلا نفس الكلام ده بس حاجه جديده، يعني ايوه في كاستم فاليديتور هنعمل. لا تمام، انا عايز اعمل ايه؟ مش تشيك بس، يعني اعمل اي حاجه على الكلاينت قبل ما ابعت السيرفر. بس عملتها كده ازاي؟ اعمل حاجه جافا سكريبت قبل ما ابعت. انت عاوز تعمل كومبوننت يعني؟ لا عايز اعمل اي كود جافا سكريبت. عاوز تعمل كود جافا سكريبت انفذه قبل ما انفذ الكود اللي هو السيرفر كنترول. انت عاوز تعمل حاجه جافا سكريبت وتنفذها قبل مين؟ قبل سيرفر كنترول. في حاجه اسمها بقى كاستم كنترول، زي بتاعت مين؟ زي بتاعت سي شارب. انت بتروح بقى الكاستم، انت عاوز تعمل حاجه دي مش موجوده خالص، تروح تكريت الكود بتاعها وترسم الكنترولز بتاعتها وتكتب الكودنج. يعني انا في داتا حاجات هتنفذ في كود هنفذه في سيرفر كنترول بطن او اي حاجه ماشي، عايز انفذ بقى كود جافا سكريبت قبل ما ده يتنفذ. ايوه، ما هو باستخدام ايه؟ ما هو ما فيش، هي دي حلها ان نستخدم كاستم فاليديتور. كاستم فاليديتور ده زي ما نشوفه بيعمل لك ايه؟ بيديك حاجتين، بيديك كود عند الكلاينت وكود عند السيرفر. بيديك كود عند الكلاينت، الكود اللي عند الكلاينت ده هيبقى جافا سكريبت، والكود اللي عند السيرفر هيبقى سي شارب. هو الكاستم فاليديتور ده بيديك الاوبشن ده، ان انت تقدر يبقى عندك سيرفر كنترول وتقدر تكتب له جافا سكريبت. خلاص مش هو ده اللي انت عاوزه؟ ده بالكاستم فاليديتور. خلاص؟ كل الفاليديتورز دي، حتى الفاليديتورز دي على فكره دي مش كلاينت سايد بس، هو برضه بيروح يعني يعمل كونفرميشن عليها على السيرفر، بس انا ما بشوفش الكودنج ده. يعني برضو الفاليديتورز اللي هو عاملها دي مش فاليديتورز عند الكلاينت بس، لا هو الكومبوننت ده نفسه هو بيروح كسيرفر يفاليديت عليه تاني. خلاص بس احنا ما بنشوفش القصه دي. خلاص يبقى اي فاليديتور عندك هو ليه ايه؟ ليه حاجتين، ليه كلاينت سايد وليه ايه؟ سيرفر سايد. خلاص هو مديك واحد من الفاليديتورز دي، مديك هو مين؟ واحد من الفاليديتور ده اسمه كاستم فاليديتور. كاستم فاليديتور ده بقى اللي بيعمل ايه؟ بيقول لك خلاص انت ادي فاليديتور اهو فاضي خالص، اكتب انت الكود اللي عند الكلاينت واكتب الكود اللي عند السيرفر. خلاص فتروح رايح انت بالجافا سكريبت عامل فانكشن، وتروح رايح بالايه بالباتون مثلا او سوري بالفاليديتور نفسه، وعامل الكود بتاع الايه سي شارب والفاليديت. يبقى انت كده بتفاليديت كلاينت وسيرفر. لو انت عاوز تفاليديت كلاينت بس تكتب كود جافا سكريبت بس، مش هكتب الكود بتاع سي شارب. خلاص احنا لسه هناخد كل الفاليديتورز دي واحد واحد. احنا كده جربنا مين الاول؟ خلاص جربنا ريكوايرد. تعالوا كمان نقول ان انا عاوز الايج بتاعي ده يبقى ايه رينج فاليديتور. انا هخلي الايج ده في رينج معين، فهيجي انزل على الخصائص بتاعته. قلنا ان اول خاصيه هي مين؟ انا مين هو الكنترول، مين هو الكنترول اللي مربوط بالايه؟ بالفاليديتور بتاعي. تكست بوكس 2 ايه المسج اللي هتطلع؟ هقول له مثلا ايج بتوين 20
و30 خلاص. طب ماشي، دي ايرور مسج هتطلع لك كل حاجه، بس فين 20 و30 دي؟ فين الحته اللي انت قلت له ان المينيمم فاليو بتاعتك هي 20 والماكسيمم فاليو بتاعتك؟ فهنلاقي عندنا ايه، في حاجه اسمها ماكسيمم فاليو ومينيمم فاليو. هخلي الماكسيمم فاليو بتاعتي كام؟ 30، والمينيمم فاليو 20. خلاص اخش بس جوه الباتون واعدل الكود بتاعي. ران البيتش، هنلاحظ ان انا لما هضغط على البتون الحاجه الوحيده اللي هو هيحس بيها بس، وهي دي اللي هتمنعه ان هو يعمل ريدايركت، هي الريكوايرد فاليديتور بس. يعني انا اول ما هضغط هنا هيبدا يقول لي ليه النيم بتاعك ده ريكوايرد. تعالوا ندخل النيم كده، وهضغط على البتون هيبدا يعمل ايه؟ ريدايركت. يعني انت عامل فاليديتور تاني، بس انت ما قلتش ان الفاليديتور ده ايه؟ ده ريكوايرد. انت خليت التشيك بوكس نفسه او التكست ده اوبشنال، هو يدخل القيمه ولا ما دخلهاش، بس في حاله ان هو دخلها، لا في حاله ان هو دخلها يبقى لازم يعمل ايه؟ خلاص لازم يعمل فاليديشن. تعالوا نرجع تاني مثلا هنا، تعالوا ندخل هضغط على البطن، ساعتها بقى عمل ايه؟ بدا ينفذ الفاليديشن بتاع الايه؟ بتاع القيمه بتاعتك. هبدا ادخل دي، خلاص شايفين الفاليديشن سمري. الفاليديشن سمري دايما بيحس بالايه؟ بالفاليديتورز بتاعتي كلها. طيب يبقى انا اقدر مثلا لو انا عاوز كمان الفيلد ده يبقى ريكوايرد، اقدر اجي هنا كده على البيج بتاعتي واقول له كمان ده الفيلد بتاعك ده ايه؟ ريكوايرد فيلد. خلاص تعالوا برضو نمسك الريكوايرد فيلد ده ونحدد الخصائص بتاعته. لازم اربطه اول حاجه بمين؟ كنترول بتاعي. هقف على ريكوايرد فاليديتور، المره دي هقول له ايه؟ ده الايدج هو اللي ايه؟ ريكواير. وايه كمان؟ وتاني حاجه لازم اعمل ايه؟ لازم اربط الكنترول بتاعي، انا هربطه بتكست بوكس 2. مش هعمل رانينج. هضغط على البتون بتاعي بدا يعمل ايه؟ خلاص. بس ملاحظين ايه اللي حصل؟ ان هو يعني الفاليديتور الاولاني خد ايه؟ خد سبيس معينه صح؟ فهو ستيل راح جاي حاطط لك القيمه بتاعته او القيمه بتاعت الفاليديتور تاني في مكانها. لا بس انت غالبا في الويب بيج انت مش هتعمل كده. مش معقول ان انا لو عندي تكست بوكس مثلا واحط له اربعه فاليديتورز يبقى الاربعه فاليديتورز دول ايه؟ هيجوا جنب بعض كده. قال لك في حاجه اسمها دايناميك وستاتيك بوزيشن، ان انا ممكن اجي كده على الفاليديتور خلاص واقول له الفاليديتور بتاعك ده ايه؟ شايفين ديسبلاي دي؟ هخليها دايناميك. يعني ايه دايناميك؟ يعني انت لو عندك اكتر من فاليديتور موجودين على نفس الكنترول بتاعك، لا هو بس ايه؟ هيريبليس ده مكان ده خلاص، الا اذا كانوا اتنين ظهروا معاك يعني، او التو فاليديتورز هيظهروا هما الاتنين مع بعض. هعمل رانينج، هبدا اضغط على البتون بدا يجيب لك ايه؟ الريكوايرد في مكانها. لو انا جيت مثلا دخلت الايدج غلط وضغطت على البتون هيبدا يعمل ايه؟ يحط لك الايدج برده مكانها. فهي كلمه دايناميك وستاتيك دي ان انت بتعمل ايه؟ خلاص ان يعني مش الريكوايرد فيلد نفسه مش هيبقى ثابت في مكانه. خلاص ان الحاجه دي هتبقى دايناميك، لو عندك اكتر من ريكوايرد فيلد هو دايما هيحط بس القيمه بتاعته جنب التكست بوكس. اسمها ديسبلاي. خلاص. اخترت ان ده يبقى ايه؟ يعني ايه اخترت ان ده يبقى نيومات؟ هو الرينج فاليديتور ده بيشتغل على ارقام بس، رينج ما
انا هعمل رينج يبقى انا بتكلم على ارقام بس. عاوز اعمل رينج ما بين 0 و10 هو لوحده بيعمل النيوميريك فاليو دي وبيحول القيم دي. انا ما بدخلش فيه. لو دخلت تكست هيطلع ايرور. هو بيفاليديت على ارقام بس. خلاص؟ يعني لو دخلت تكست هيطلع لك ان الفاليو بتاعتك ما بين مش ما بين 20 و 30. يعتبر ان التكست دي حاجه هو ما يعرفهاش. لا عادي هيطلع هيطلع المسج اللي بتقول ان الفيلد ده او الرينج فاليديته مش متحقق. انا لو دخلت تكست جوه الايدج هيعمل ايه؟ هيطلع لك الرساله بس اللي هي بتقول ان الرينج بتاعك لازم يبقى بين 20 و 30. خلاص. طيب عندنا كمان الباسورد. انا الباسورد مش عاوز اعمل فيه اي حاجه، انا هسيبها زي ما هي. انا بس كل اللي يهمني مين؟ الكونفيرميشن بتاع الباسورد. الكونفيرميشن بتاع الباسورد لازم القيمه الموجوده في الكونفيرميشن تكون هي نفس القيمه الموجوده فين؟ خلاص؟ في الباسورد. يبقى انا اجي هنا كده على الكونفيرميشن بتاع الباسورد اقول له انا احط ايه؟ حاجه اسمها كومبير فاليديتور. اكيد في الكومبير فاليديتور ده انا مش مجرد بس ان انا هربطه بكنترول معين، لا ده انا هربطه بكنترول واقول له كمان مين الكنترول الثاني اللي هو هيفاليديت عليه. خلاص؟ فهلاقي ان الخصائص بتاعته بقى فيها حاجتين. خلاص؟ كنترول تو فاليديت، مين الكنترول اللي هيفاليديت عليه؟ هو ديكس بوكس 4 اللي هو بتاع الكونفيرميشن. طب مين اللي مين اللي هيكمبير بيه؟ خلاص؟ تكست بوكس 3. خلاص هنا انت بتحدد خاصيتين. مين الفاليديتور ده مربوط بانه كنترول، خاصيه ثانيه ده كومبير فاليديتور، فهو محتاج الكنترول اللي هيكمبير بيه. خلاص؟ كومبير فاليديتور هيقارن القيمه الموجوده في في التكست بوكس بتاع الكونفيرميشن بالفاليو الموجوده في الباسورد. التكست بتاعي برضو هكتب مثلا invalid password run البيج بتاعتي. طبعا انت ممكن تعمل ماسك وتغفل ايه او مش ماسك، يعني تختار اي كاركتر هو غالبا بيبقى استريك يعني ان هو يخفي لك الباسورد بتاعك. طيب انا هدخل مثلا هاجي على الباسورد 1 2 3 وهاجي على كونفيرميشن هدخلها حاجه ثانيه. هضغط على الباتون بتاعي بدا يعمل ايه؟ طلع لك بقى كل الفاليديتورز ريكوايرد وان الرينج التو ريكوايرد وكمان مين. خلاص انا لو ما كنتش بس عملت ده كده هل كان هيطلع الرساله دي؟ اكيد ما كانش هيطلعها. ليه؟ لان انت مش قايل على الكونفيرميشن ده ان هو ريكوايرد. دايما الحاجه اللي هو بيفاليديت عليها او الحاجه المهمه بالنسبه له ان الفيلد بتاعك يبقى ريكوايرد، بعد كده بقيه الفاليديتورز بقى بتنزل. خلاص؟ في مشكله كده، ادي ريكوايرد فاليديتور، الرينج فاليديتور ان انا بحدد رينج معين، كومبير ان انا بقارن تو فاليوز موجودين في كنترولز مختلفه، وايه كمان؟ السمري فاليديتور. في حاجه كمان اسمها ريجولار اكسبريشن. انتوا عارفين ريجولار اكسبريشن من السي شارب صح؟ وشوش غريبه جدا، ناس بتقول اه وناس اكنها اول مره تسمع كده. ايه ماشي، هي يعني ايه ريجولار اكسبريشن؟ هما جم اتفقوا كده، احنا فاكرين برضه الفاونديشن ان انا كانت من الحاجات اللي كنت بستقبلها من اليوزر اقول له دخل الميل مثلا وابدا افاليديت على شكل الميل. طب ما هو شكل الميل ده ثابت اساسا، شكل الميل ان دايما بيبقى فيه كلام وبعد كده الات وبعد كده كلام ودوت وبعد كده شويه تكست صح؟ ده شكل ثابت. رقم التليفون مثلا بتاع انجلترا دي برضو شكل ثابت، رقم التليفون بتاع الموبايل دي شكل ثابت، رقم التليفونات في مصر مثلا كلها سبع ارقام. فبدا هو يعمل لك ايه؟ بدا يعمل لك هو فاليديتورز جاهزه كده، يعني انت تقول له مثلا انا عاوز الفاليو دي تاخد ميل، فتبدا تحط انت الايه؟ الريجولار اكسبريشن فاليديتور وتختار ان الفاليديشن اللي هيفاليديت عليه هو الميل. خلاص؟ انا هنا في فايل في الكونتنت بتاعتي هبقى اديه لكم، الفايل ده فيه الايه؟ في ريجولار اكسبريشنز وازاي بتتكتب. طبعا احنا يعني انا واحد من الناس اللي مش هقعد اتعلم ازاي الفاليديتورز دي بتتكتب. انا اشوف انا عاوز اعمل ايه بخش، لان طريقه الكتابه بتاعتها صعبه شويه، تقعد تعمل كاركترز وكل كاركتر ليه معنى، مش عارف عشان اعمل انتجر بعمل سكوير براكتس كده واحط دي مثلا ده معناها انتجر. خلاص فكل حاجه انت بتعملها في الفاليديتور الايد برده ليها سيمبل معين، في ناس ما بتحفظش السيمبلز دي، يا اما بتستخدم الفاليديتورز الجاهزه يا اما بتدور على النت بتلاقي في ناس عامله فاليديتورز جاهزه فبتاخدها زي ما هي، يا اما انت تقعد تقرا شويه فهتعرف تعمل الفاليديتورز بتاعك. خلاص؟ احنا خلينا نشتغل احنا على الفاليديتورز الجاهزه عندنا. هقول له ان انا هاجي على الميل بتاعي، هاجي هنا كده او الفون، يعني خلي واحد مره الميل وواحد مره الفون عشان نشوف ازاي اقدر اكتب كمان ريجولار اكسبريشن بنفسي.
طيب انا عاوز الميل ده يبقى مربوط بايه بقى؟ بريجولار اكسبريشن. فهمنا الريجولار اكسبريشن دي شويه حاجات جاهزه خلاص وانت بتستخدمها على طول. لو انا جيت كده على البروبابيلتيز بتاعته هيبدا يقول لك ايه مين هو الكنترول اللي انت عاوز تفاليديت عليه. رقم 2 هيبدا يقول لك ايه انا عاوز اعرف بقى ايه هو الريجولار اكسبريشن اللي انت تشتغل عليه صح. فاليديت اكسبريشن هفتح دي بدا هو يطلع لك ايه دي شويه اكسبريشنز مكتوبه اهي جاهزه. واحد منهم هتلاقيه الميل او شكل زيب كود مثلا النمبر لو بس طبعا ده نمبر جلوبال شويه يعني ده نمبر حاجه عامه مش خاص ببلد معين. لو انت عاوز مش عارف رقم التليفون اللي هو يعني رقم تليفون في المانيا شكله عامل ازاي رقم تليفون في انجلترا شكله عامل ازاي واحد من الكلام ده هو مين ايميل ادرس. شايفين بقى ده هو ده الريجولار اكسبريشن. طبعا الكتابه بتاعته صعبه جدا فمفيش حد بيقعد يعني يحفظ السيمبلز دي بتعمل ازاي. انت عاوز تستخدم واحد من اللي جاهزين ادي واحد من اللي جاهزين خلاص. لو انا عاوز ادور على حاجه انا عاوز اعملها انت ممكن تدور على النت هتلاقي في ناس كتير كاتبه ريجولار اكسبريشن ممكن تستخدمها على طول خلاص. هنجرب الاول بتاع الميل ده لو عاوز اعمل ايه. لا لا دي حاجه دي بيلت ان ماليش دعوه. دي في تقريبا في يعني في براوزنج في كاستم فوق دي انت بتروح تجيب يعني هو يبدا يفتح لك حاجه زي التكست كده تروح انت تجيب الريجولار اكسبريشن وتحطيه تدي له اسم معين خلاص. بس لازم انت تكوني معاكي الريجولار اكسبريشن متاكد ان هو فاليد مش حاجه هتبقى غلط خلاص. طيب انا كده خلاص جيت على الميل وقلت ان لازم الميل ده يبقى ايه ريجولار اكسبريشن. طب تعالوا كمان الفون بتاعنا مثلا هنا في مصر الفون بتاعنا هنا في مصر يبقى كام رقم؟ 7 ارقام تقريبا يعني هو ده الفاليو بتاعته. فانا هاجي اقول له برده انا عاوز ده ايه ريجولار اكسبريشن على مين؟ هاجي على الفون ماشي هاجي برده الخصائص بتاعته هربطه بالكنترول دي اول حاجه. هاجي على الفاليديتور بتاعي اكيد مش هلاقي الريجولار اكسبريشن بتاع الايه بتاع الارقام المصريه. بس انا لو نزلت على جيرمان فون ده او في واحد فيهم سهل او فرنش فون ده شايفين ده كده العلامه دي كده معناها ايه؟ معناها 5 ارقام اللي هي ديجيتس 5 دي معناها 5 ارقام. انا اقدر اخد نفس القصه دي كده واقول له ايه انا هاخد دي كده زي ما هي وانزل على الفاليديتور بتاعي هنا واقول له ده انا عاوزها ايه دي كده معناها 5 ارقام صح خلاص. ممكن اقول له لا ده انا الرقم عندي كام 7 مثلا خلاص ده كده بقى 7 ارقام. عاوز تعمل حاجه زي الموبايل الموبايل بيبقى مثلا 3 في الاول كده خلاص في 3 في الاول وبعد كده ايه داش. ده شكل كتابه الايه الريجولار اكسبريشن. لا ده انا عاوز في الاول مش عارف 0 10 مثلا عاوز كل الارقام يبقى بلاش تكتب دي وتكتب الايه ممكن اجي هنا كده انا هنا بقول له 3 ارقام وبعد كده داش وبعد كده 7 ارقام. لان عاوز 3 ارقام الاولانيين دول لازم يدخل رقم مثلا يبقى تبع فودافون فاقول له ايه دي طريقه كتابه الايه الريجولار اكسبريشن بتاعك خلاص. انتوا معاكم الفايل اللي عاوز يقعد يكستمايز او يقرا براحته خلاص. يا اما تستخدم الحاجات الجاهزه زي ما انا بعمل دلوقتي. تعالوا كده نروح على الفاليوز بتاعتنا ونعمل ران ونشوف ايه اللي هيحصل. تعالوا كده نيجي على الميل ادخل اي فاليو في الميل واضغط على البطن بتاعي بدا يعمل ايه؟ طلع لك طبعا مش كاتب مسج معينه يعني خلاص. لما انت لو كتبت بقى الميل نفسه فاليد خلاص ده شكل الميل شويه تكست وبعد كده ات وتكست ودوت فبدا يشيل لك الايه؟ الريجولار اكسبريشن. نفس الكلام مين؟ الفورم بتاعنا احنا اتفقنا ان هو يبقى 0 10 داش وبعد كده 7 ارقام. ما طلعلكش ايرور عليه لان انا دخلته صح. تعالوا يعني كده نغير فيه. ده يطلع لك ايه؟ خلاص؟ في مشكله كده في الفاليديتورز لغايه دلوقتي. تعالوا بقى نتكلم في الجزء الاخير بقى ان انا ازاي انا اللي اكتب الكود بتاعي. خلاص دي حاجات كلها جاهزه انا ما بخشش فيها انا بس مجرد ان انا بختار الكنترول الكود بقى اللي هو بيعمله انا ماليش دعوه بيه خالص. لا انا عاوز اعمل مثلا هنا تكست والتكست ده عاوز لازم الفاليو اللي تبقى فيه لازم تكون بتبقى الاسم على 5 مثلا. عاوز اعمل تكست ولازم الفاليو اللي فيه يكون بتقبل الاسم على 5. ساعتها بقى تعمل ايه؟ هاجي هنا كده هزود على الكنترولز بتاعتي واحد كمان اعمل تكست بوكس جديد. انا عاوز القيمه اللي جوه التكست بوكس دي تكون مالها
لازم القيمه اللي جوه التكست بوكس دي تكون بتفاليديت او بتقبل الاسم على 5. ساعتها بقى قال لك تستخدم ايه؟ ادام انت عاوز تكتب الكود بتاعك استخدم حاجه اسمها كاستم ايه؟ كاستم فاليديتور. ايه بقى موضوع كاستم فاليديتور ده؟ كاستم فاليديتور ده بيديك تو اوبشنز. ان انت تكتب كود عند الكلاينت وتكتب كود عند مين؟ عند السيرفر. اقدر اكتب كود عند الكلاينت واقدر اكتب كود عند السيرفر. تعالوا الاول نشوف ازاي اقدر اكتب كود عند الكلاينت. هكتب الكود عند الكلاينت ازاي؟ بان انا ادخل على HTML بتاعي اروح على سورس وابدا اطلع فوق كده واعمل تاج سكريبت طبعا هو الديفولت بتاعه ان انت بتكتب ايه؟ جافا سكريبت الديفولت بتاعه. في طبعا انواع سكريبتنج كتير جي سكريبت وفي بي سكريبت وجافا سكريبت. احنا دايما بنشتغل على مين؟ الديفولت بتاعنا هنا هو جافا سكريبت. انا مش محتاج حتى اكتب التكست بتاع مين؟ التكست بتاع نوع الكودنج اللي انا هكتبه جوه. خلاص كتبت السكريبت بتاعي. انا هكريت هنا فانكشن. الفانكشن دي هكتب جواها الكود اللي بيفاليديت ايه؟ بيفاليديت القيمه اللي جوه التكست بوكس. خلاص؟ لكن لازم هكتب كده create function. function اسم function مثلا validate. خلاص قال لك الفانكشن دي لازم تاخد حاجتين. تاخد الكنترول. تاخد الكنترول اللي هي هتفاليديت عليه وتاخد كمان مين الفاليو بتاعت الكنترول. يعني لازم هي جوه هنا تاخد ايه تو فاليوز. ادي تو فاريبل. الفاريبل الاولاني ده شايل اسمه كنترول. الفاريبل الثاني شايل مين واحد فاريبل شايل الكنترول نفسه اسم الكنترول نفسه وتاني شايل الايه الفاليو اللي جوه الكنترول. وهتبدا تكتب الكود بتاع مين بتاع الجافا سكريبت. بس هبدا اكتب الكود بتاع الجافا سكريبت. طيب الكود بتاع الجافا سكريبت انا هبدا اقول له ان انا عاوز القيمه اللي جوه الارجمنت دي خلاص تكون مالها. عاوز الفاليو بتاعتها. انا عاوز الفاليو بتاعتها برسنتج 5 ايكوال ايكوال كام زيرو. مش هو ده اللي انا عاوز اعمله؟ خلاص كتبت ان القيمه اللي جوه التكست هتكون ايه؟ لازم تكون بتقبل الاسم على كام؟ على 5. طيب لو هي دلوقتي بتقبل الاسم على 5 انا ممكن اخد كل الكلام ده كده وعندي فاليو ثانيه اسمها arguments dot is valid. مين ارجمنت از فاليد ده؟ دي بروبرتي بتاخد ترو او فورس اكوردنج للفاليو اللي طالعه من هنا. يعني انت اللي هيرجع من هنا ده هيرجع ايه؟ ده بوليان صح؟ هيتشيك ان كانت الفاليو بتقبل الاسم على 5 ولا لا. ان كانت بتقبل الاسم على 5 هيرجع لك ترو. ان كانت ما بتقبلش هترجع لك ايه؟ فورس. اقدر اجي هنا كده واقول له ايه؟ انا عاوز اطلع اليرت مثلا. ده كود جافا سكريبت فانا هتشيك على الفاليو واطلع اليرت. لو كان الارجز ده او الارجمنت دوت از فاليد ده ايكوال ايكوال ترو. ده معنى كده ان الايه الفاليو بتاعتك سليم صح. اطلع الرت مثلا ترو. طب لو ما كانتش الفاليو بتاعتك بترو اكيد ايه بقت بفورس. يبقى اكيد الفاليو الموجوده دي جوه مالها مش سليمه. هطلع الرت برضو خلاص. ده كود ايه؟ كود جافا سكريبت. طب ازاي بقى ابدا اربط الكنترول نفسه بكود الجافا سكريبت ده؟ خلاص اروح على الكنترول بتاعي ارجع على الفورم ده كنترول اللي انا عاوز اعمل عليه الايه؟ كاستم فاليديتور. لو جيت على الفاليديشن كده كاستم فاليديتور ده اقف على كاستم فاليديتور بتاعي هلاقي فيه واحده من الفاليوز. طبعا في حاجه اسمها كنترول تو فاليديت. ايه الكنترول اللي انت هتفاليديت عليه؟ ده العادي بتاعنا ان انا هختار الكنترول اللي انا هبدا فاليديت الفاليو بتاعتي عليه اللي هو اخر كنترول عندنا. طيب لو انت بقى عاوز تعمل الكلاينت سايد بس فانت هنا بتعمل ايه؟ انا هنا هكتب اسم الفانكشن اللي هو هيروح لها هناك. خلاص انا ربطت دلوقتي الكاستم فاليديتور ده قلت ان هو هيعمل كاستم فاليديتور على كنترول معين ورحت رايح بجافا سكريبت عملت فانكشن. الفانكشن دي بتعمل ايه؟
بتتاكد ان القيمه اللي جوه الفاليديتور دي بتبقى الاسم على 5 ولا لا. كانت بتبقى الاسم على 5 بيطلع لك اليرت ان هي ترو، لو لا بيطلع لك اليرت ان هي فولس. خلاص يبقى لازم هنا اجي اقول له ايه، في حاجه اسمها كلاينت فاليديشن ايه فانكشن. ايه هي الفانكشن اللي هيعملها فاليديشن عند كلاينت؟ اسمها ايه عندنا؟ ده اسم الفانكشن اللي موجوده في جافا سكريبت. اعمل ران كده، هاجي على الكنترول اللي هو الاخير ده هقول له مثلا 4 واضغط على البوتن بتاعي طلع لك ايه؟ ده كود جافا سكريبت. انت هنا كتبت الكودنج بتاعك عند الكلاينت سايد. خلاص انا كتبت الكود بتاعي عند الكلاينت سايد. لو انت دخلت الفاليو بتاعتك صح فورس برضو يبقى في حاجه مش مكتوب مش كاتبها مظبوط. تعال نخش كده جوه كود الجافا سكريبت تاني. لازم فاليو دي تبقى الفي كات. اران تاني الكود بتاعي، ابدا ادخل بقى قيمه صح، طلع لك ايه؟ ترو. خلاص ده كده انت كده بتعمل كلاينت سايد ايه؟ فاليديتور. احنا قلنا ان كل الفاليديتورز مالها؟ ليها كلاينت سايد وليها ايه كمان؟ سيرفر سايد. يبقى انا اقدر كمان ان انا لو مش عاوز اكتب الكلاينت سايد ده خالص هاجي هنا كده ارجع تاني على الفورم بتاعتي اقول له لا انا مش هربطها بايه؟ انا مش هربط الكاستم فاليديتور ده بفانكشن عند مين؟ عند الكلاينت. فانا هشيل كده مين؟ خلاص انا كده مش هربطها مين؟ بالفانكشن بتاعت الكلاينت. تعمل بس انت دبل كليك على الفاليديتور هتلاقي في ايفنت اسمه ايه؟ كاستم فاليديتور 1 اندر سكور ايه؟ سيرفر فاليديشن. خلاص بتكتب نفس الكود اللي هناك برضو. عندنا هنا الارجيومنتس، لان كده كده احنا عارفين ان اي ايفنت بياخد الايه؟ السندر والارجيومنتس. ايه السندر؟ الاوبجكت بتاعك. السندر انت مثلا الكنترول بتاعنا، مين الكنترول اللي انا بفاليديت عليه؟ هنزل هنا كده اقول له الارجيومنتس بتاعتي دوب برضو ايه؟ از فاليد ايكوال ايكوال او ايكوال، هقول له عاوز اقارن الارجس والارجيومنتس دوت فاليو، ان هي لازم تكون بتقبل الاسم على كام؟ ايكوال ايكوال زيرو. بس هنا لازم تعمل ايه؟ لازم هنا تكاست الكلام اللي راجع ده. خلاص الفاليو دي بتبقى سترنج، فانا لازم اكاستها واقول له انت دوت بارس وكاست الفاليو بتاعت مين؟ طبعا انا ما كنتش بحتاج الكاستنج ده في جافا سكريبت. ليه؟ ايوه هي الجافا سكريبت بيتقال عليها لوزلي تايب. يعني ايه لوزلي تايب؟ ملهاش دعوه بالقيم بتاعتها، انت بتعمل بس حاجه اسمها فار وتبدا تستخدم الفار ده. عملت فيه انتجر بيشتغل ان هو انتجر، عملت فيه سترنج بيشتغل ان هو سترنج. خلاص انما كود الجافا سكريبت لا، او كود السي شارب قصدي. كده انا كده بفاليديت عند مين؟ انا كده بفاليديت عند السيرفر. خلاص تعالوا نران تاني. خلاص انا كده مش هيطلع لي الاليرت بتاعت مين؟ كده خلاص انا كود الجافا سكريبت ده لغيته خالص، انا هفاليديت عند مين؟ عند السيرفر. هبدا اكتب القيمه بتاعتي هنا مثلا واضغط على البتون. طبعا هو لسه لغايه دلوقتي ما راحش مين؟ ما راحش للسيرفر عشان في شويه فيلدز ريكوايرد. هبدا ادخل النيم وهدخل الفاليو بتاعتي واضغط على البتون تاني. تعالوا نعملها من اول وجديد. احنا كاتبين الكود جوه arguments دوت valid بيساوي وبعمل parsing للفاليو، لو كانت الفاليو بتاعتي percentage 5 equal equal 0 تبقى بترو. شايفين كده انت هنا جوه البطن بتعمل ايه؟ response دوت redirect على طول. خلاص لا انا هاجي هنا اقول له لو كانت البيج بتاعتك دوت is valid، يعني لو كانت البيج بتاعتك فعلا فاليد وسليمه 100% وما فيهاش اي ايرورز ابدا اروح لمين؟ للسيرفر بتاعك. خلاص هو انا كان بيريدايركت على طول بصرف النظر عن هو كان بيحقق الكود بتاع السيرفر ولا لا. هنا يتاكد ان لازم الكودين كله سليم وبعد كده يبقى يعمل ايه؟ يعمل الريدايركت. حاضر جربها بس كده واقول لكم.
تعالوا بقى نقول ايه تاني كده. احنا دلوقتي مش الباتون اوتوماتيك بيعمل ايه؟ الباتون اوتوماتيك بيعمل ايه؟ الباتون اوتوماتيك هيروح تاني كل البيج صح؟ هيروح ينفذ اللود. بعد ما ينفذ اللود يروح ينفذ الايفنت بتاع مين؟ بتاع الباتون. الايفنت بتاع الباتون بيعمل ايه؟ بيعمل ريدايركت على طول. خلاص بعد كده هو يعني خلاص هو عارف كده ان الصفحه اللي راجعه هي مين؟ بيج 2. وبينزل فعلا على الفاليديتور بيلاقي الفاليديتور ماله؟ خلاص بيلاقي فورس بس ما بيعملش اي حاجه. خلاص ساعتها ما بيعملش اي حاجه لانه خلاص بيبقى حدد ان البيج دي خلاص هيحصل لها ريدايركت. اما انا كتبت السطر اللي هو بتاع بيج از فاليد ده معناه ايه؟ اه انت هتعمل ريسبونس وكل حاجه بس اتاكد الاول ان كل الفاليديتورز بتاعتك سليمه وبعد كده بعمل الايه؟ الريدايركت بتاعي. خلاص بيطلع لك ايرور بيقول لك ايه؟ طبعا هنا مش انا مش كاتب حاجه في الايرور ان هو على الاقل طلع بس كلمه ايه؟ بيكتب هنا الايرور بتاعك. ايوه ماشي. انا قلت له ما تعملش ريسبونس دايركت لما ايه؟ لما البيج بتاعتك كلها والفاليديتورز الكل بيج كلها تبقى صح. معلش ثانية. قولي سؤالك تاني، أنا مش فاهم أنت بتقولي إيه. لو اديت القيم كلها غلط. خلاص؟ حلو، يعني مش هيرضى يريدايركت البيج. مظبوط؟ دخلت كل القيم صح ما عدا مين؟ ما عدا ده. خلاص انا مش عامل ريكوايرد اصلا. لو انا عايز اخلي الفاليديتور يعمل لو عاوز الايه؟ اخلي الفاليديتور يعمل بريدكت دلوقتي يعني مش لما يعمل ريدايركت مش هتطلب يعني زي لو هو مثلا بيشوف ان هو مثلا معين يعمل انت ماشي هتروح يعني انت هنا لا دي دي ده دي بقى ايفنتس انت اللي هترجع يعني انت هتيجي في سيلكتد اندكس تشينج بتاع مين؟ ده تيجي في سيلكتد اندكس تشينج بتاع التكست وتبدا تكتب الكود بتاعك هتتشيك مثلا على القيمه اللي جوه التكست دي فاضيه فتقول له ده ريكوايرد. خلاص هنا انت هنا بس انت بتعمل ايه؟ بتعمل الفاليديتورز بتاعتك وتربط اوتوماتيك كده بالانترفيس الفاليديتور بتاعتك بالحاجه. ليه؟ هو انت لازم تعمل جافا سكريبت. انا لو عندي تكست مثلا خلاص تكست هقول دلوقتي القيمه اللي جوه التكست دي طول ما هي فاضيه هيعمل ايه؟ يعني انا باجي في سيلكتد اندكس او الفوكس اللي هو اون بلاير يعني انا غيرت الفوكس بتاعي. خلاص هيحصل ايه؟ انا هتشيك على القيمه بتاعت التكست اللي انا كنت واقف عليه هلاقي القيمه بتاعت التكست دي مالها؟ ده كود سي شارب انا هكتب كود سي شارب. خلاص لقيت ان القيمه فاضيه فهضطر اعمل ايه؟ بس هطلع اي حاجه ايا كان الحاجه اللي انت هتطلعها يعني طلع انت عامل ليبل مثلا هتطلع مسج على الليبل. خلاص دي حاجه انت تكتبها بالايه؟ لو انت عاوز تعملها جافا سكريبت اعملها جافا سكريبت. عاوز تطلع اليرت عاوز بس ساعتها الكنترولز بتاعتك تبقى ايه؟ اتش ام ال يعني حسب انت شوف انت عاوز ايه المناسب بالنسبه لك واعمله. خلاص في ناس بتستسهل كتير قوي عشان هي على فكره الجافا سكريبت برغم ان الكتابه بتاعتها رخمه وصعبه وكل حاجه انما بيتعمل بيها حاجات جامده جدا. ففي ناس كتير جدا بتستهوى ان هي ما تكتبش اساسا كود سي شارب. تستهوى ان هي تكتب كود جافا سكريبت عشان تبقى الدنيا كلها عند الكلاينت والبرفورمانس بتاع السايت بتاعه يبقى عالي. بس ده طبعا بيأفويد ده يعني مع اعتبار ان هو البرفورمانس بتاعه عالي وكل حاجه الا ان ده ممكن يحصل هاكينج عليه لان انت مش بتعمل فاليديشن تاني على مين؟ على السيرفر. اه ده كاستم كاستم كنترول تمسك بقى انت هو الويب سيرفر او الويب سيرفر كنترول دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن كاستم كنترولز يعني هو راح خد الكنترولز بتاعت ال HTML وبدا يكتب كود. الكود ده بدا يقول لك ايه انا هيبقى عندي خاصيه مثلا اسمها باك جراوند كلر. ايه الخاصيه دي؟ عمل سيت وجيت ليه يعني هو ياخد كلر معين ويبدا يغير الايه؟ فده كاستم كنترول انت اللي عامله. خلاص ان شاء الله لو في وقت احنا زي سي شارب بالظبط لو في وقت ان شاء الله هوريكم ازاي ان انا اقدر اخد مثلا تكست بوكس مثلا بال HTML واخلي الباك جراوند بتاعته دايما مثلا يلو. اما اعمل دراج للتكست بوكس ده يظهر لي تكست بوكس يلو الباك جراوند بتاعته من غير ما انا اغير في الخصائص. يبقى انت كده بتعمل ايه؟ لا ده كاستم كنترول انا اللي مغير فيه اللي هو نفس الفكره اللي هم عملوا بيها اساسا سيرفر كنترولز كلها ان هو ما كانش عندهم غير ال HTML فاخدوا شويه ال HTML دول وقعدوا ايه؟ قعد بقى يضيف شويه ايه؟ بروبرتيز كده ويعمل سيت وجيت البروبرتيز دي باك جراوند وسايز وتكست خلاص ويغير فيه. تمام؟ ماشي كده؟ يبقى اقدر ان انا استخدم الله اقدر استخدم الفاليديتورز بتاعتي على طول او ان انا اقدر اعمل الايه؟ كاستم فاليديتور بتاعي في كلاينت سايد وفي سيرفر سايد شوف انت ايه اللي يعجبك. عاوز اعمل الكود بس عند الكلاينت فهعمل كود جافا سكريبت. عاوز اعمل كود عند السيرفر فهعمل ايه؟ هعمل سي شارب. خلاص في مشاكل في الكلام ده؟ لو انت ما عملتيش جوه الباتون لو انا ما عملتش جوه الباتون السطر اللي هو بتاع بيج از فاليد بيحصل ايه؟ الباتون باي ديفولت اما بيلاقي ان الفاليديتورز دي خلاص سليمه اللي هي ريكوايرد فاليديتور بيعمل ايه؟
هي ريكويرد فاليديتور هي دي المهمه بالنسبه له. فبيعمل ايه؟ بيعمل ريدايركت. انت بس الاف ستيتمنت دي عملت ايه؟ وقفته شويه، قالوا له اتاكد ان كل الفاليديتورز دي سليمه الاول، اتاكد ان الفاليديشنز كله سليم اللي عند السيرفر، وبعد كده بعمل ريدايركت خلاص. فعمل هولدنج بس لمين كده خلاص. في مشكله لغايه دلوقتي؟ حاجه جديده بقى، احنا عاوزين نعمل ايه؟ الماستر بيج. ايه الماستر بيج دي؟ كنا قلنا عليها امبارح، قلت ان انت بتخش على اي ويب سايت بيحصل ايه؟ انا بخش على اي ويب سايت بتبقى الكونتنت بتاعت الويب سايت ثابته، يعني اللوجو بتاعت الشركه، المنيو بتاعتي، الجزء البار اللي تحت اللي هو كوبي رايت، دي حاجات ثابته في الايه؟ ثابته في السايت بتاعك. وانت دايما الكونتنت بس او في جزء في البيج ده هو ده اللي بيحصل له ايه؟ تغيير. ازاي انا اقدر اعمل حاجه بقى زي كده؟ قال لك هتيجي هنا على الكنترولز بتاعتك، هاجي على الكنترولز واقول له رايت كليك وهعمل اد نيو ايتم، واقول له الايتم بتاعي ده هيبقى عباره عن ايه؟ عن ماستر بيج. الايتم بتاعي هيبقى عباره عن ماستر بيج. ايه الماستر بيج دي؟ كل اللي فيها في حاجه اسمها ايه؟ كونتنت بليس هوردر. ايه كونتنت بليس هوردر ده؟ انت دلوقتي بعد ما تعمل الماستر بيج بتاعتك هتبدا تقول، هتعمل بيج معينه وتقول البيج دي بتورث من مين؟ من الماستر بيج. فهيبدا الجزء الوحيد اللي الديفلوبر يقدر يغير فيه هو الكونتنت بليس هولدر ده، هو ده الجزء الوحيد اللي الكلاينت يقدر يغير فيه. يعني لو حبينا نشوف الدنيا كده اوضح شويه، لو انا جيت هنا مثلا عملت دراج لتيبل، طبعا ده التيبل بتاع السيرفر، تعالوا ناخد بتاع ال HTML، ادي شكل ليه؟ شكل انا عاوز شكل البيج بتاعتي يبقى زي، مثلا همسك كده اقول ان الجزء الاولاني ده كله هو ده اللوجو بتاع الشركه، فاعمل رايت كليك واعمل ميرج كل الايه؟ سيلز دي مع بعض. واقول تحت مثلا هنا ان انا احط الفوتر بتاعي، اعمل ميرج برده لشويه السيلز دي، وفي الجزء ده انا احط المنيو، وهنا الجزء ده احط فيه كونتنت بليس هولدر اللي هو المكان اللي يقدر الكلاينت ان هو يغير فيه. هشد مين؟ همسك كونتنت بليس هولدر ده كده وادراجه فين؟ هنا خلاص. طب ممكن اعمل حاجه وبعد كده اوريكم، هعمل مثلا هنا هيدر، هنا فوتر، وهنا منيو مثلا خلاص. ده دلوقتي كده شكل الماستر بيج. شكل الماستر بيج عامل ازاي؟ هو معاند معايا. المهم يعني البيج بتاعتي دلوقتي متقسمه ازاي؟ اربعه بلوكس، حاجه اسمها هيدر، حاجه اسمها فوتر، وايه كمان؟ الجزء اللي في النص ده منيو موجود على الشمال، والكونتنت بليس هولدر ده عباره عن ايه؟ ده المكان اللي الكلاينت يقدر يرايت فيه. يعني انا لو جيت هنا دلوقتي قلت له انا عاوز اعمل بيج جديده، هعمل بس بيلد الابلكيشن بتاعي عشان يحس باللي انا عملته ده، هاجي هنا كده اقول له رايت كليك اد نيو ايتم، المره دي انت هتضيف ايه؟ انا هضيف ويب فورم. في تشيك تحت هنا بيقول لك ان انت عاوز تعمل الويب فورم دي ماستر بيج ولا لا. انا سيلكت الويب فورم دي ماستر بيج. طبعا انت ممكن يبقى عندك الويب سايت بتاعك اكتر من ماستر بيج، وممكن كمان في 2008 يبقى عندنا حاجه اسمها نستد ماستر بيجز. يعني ايه نستد ماستر بيجز دي؟ انت بتيجي تخش مثلا على سايت انت لسه ما عملتش لوجن مثلا، فبيبقى شكل الماستر بيج عامل ازاي؟ ظاهر لك بس اللوجو بتاع الشركه والمكان اللي بتعمل فيه لوجن. اول ما بتعمل لوجن بيبدا يعمل ايه؟ يبدا يظهر لك المنيو اللي انت هتشتغل عليه. فمعنى كده ان ايه؟ والمنيو دي هي اللي بتشتغل في بقيه البيجز. معنى كده ان في اثنين ماستر بيج، في ماستر بيج بتشتغل في حالات معينه، وفي بقى ماستر بيج ثانيه بتشتغل مع بقيه البيجز اما يبقى اليوزر ده وسرعته. فيبقى ينفع يبقى عندي حاجه اسمها نستد ماستر بيج، ينفع يبقى عندي اكتر من ماستر بيج، كل بيج يبقى ليها ايه؟ الماستر بيج بتاعتي براحتي. بس غالبا في معظم السايتس انا بعمل ماستر بيج واحده خلاص، وبسيب الكونتنت بليس هولدر ده فاضي عشان يقدر الكلاينت ان هو يكتب فيه. لما جيت عملت بيج جديده وقلت له الماستر بيج بتاعتها ماستر، شكل البيج بقى عامل ازاي؟ بقى بالشكل ده. شايفين الحتت دي؟ انا ما اقدرش اعدل فيها، انا الجزء اللي اقدر اعدل فيه هو مين بس؟ كونتنت بليس هولدر ده. تعالوا نكتب هنا مثلا بيج، ايوه ده واحد من الكوماند زي البطن كده، اعمل ران، شكل البيج بتاعتك ظهرت ازاي؟ الهيدر والفوتر والمنيو والحاجات دي انا كنت كاتبها في الماستر بيج. لو انت عملت بيج جديد هتعمل ايه برضو؟ هتلاقي الحاجات دي ثابته زي ما هي،
الهيدر والفوتر والمنيو دول ثابتين زي ما هم، وانت بتغير بس في مين؟ في الكونتنت. خلاص في مشكله في القصه دي؟ دي فكره مين؟ فكره الماستر بيج. طيب انا طبعا هوريكم ازاي دلوقتي اقدر اعمل ماستر بيج، اقدر اعمل كنترولز واحط مثلا فوق مش عارف ليبل مثلا، واحط تحت ليبل، واحط هنا منيو فعلا او تري براحتي. بس هل ينفع انا اجيب تمبلت جاهزه من على النت واعمل انا بالتمبلت دي ماستر بيج واستخدمها زي ما هي؟ اللي هو معظم الناس بتعمل كده، كل الناس بتعمل ايه؟ بقعد سيرش على النت على اي تمبلتس فري واختار انسب تمبلت تبقى مناسبه للموقع بتاعي. طبعا التمبلت دي بتبقى يعني ينفع ان انا اعمل فيها ايديتنج، يعني بيبقى فاتح لك كل حاجه ان انت تديت فيها. عاوز اغير الايمج فبيبقى فاتح لك ان انت تقدر تغير الايمج. المنيو مثلا اللي ظاهره بيبدا المنيو دي تبقى عباره عن شويه تكست وانت بتغير التكست بتاعك. خلاص ازاي اقدر اعمل حاجه زي كده؟ انا هاجي هقول له انا هعمل رايت كليك واقول له انا هعمل ماستر بيج جديد. اد نيو ايتم، انا هعمل ايه؟ ماستر بيج. ادي الماستر بيج بتاعتك كل اللي فيها مين؟ هو الكونتنت بليس هولدر ده، صح؟ لا انا روحت على النت وجبت التمبلت الجاهزه وهي دي التمبلت اللي انا عاوز اشتغل عليه. خلاص تعالوا كده، انا في الفولدر اللي معاكم في تمبلتس كتير جدا، تعالوا ناخد واحده منهم. انا هاجي كده الفولدر بتاعكم اهو تمبلتس، هاخد مثلا التمبلت دي. اي تمبلت هنلاقي التمبلت دي فيها ايه؟ فيها فايل اسمه اندكس كده والايمجز بتاعت مين؟ الايمج بتاعت الفايل، ولو كان في سي اس فايل هو عنه ايا كان يعني. تعالوا ناخد التمبلت اللي هي دي كده، ده فيها ايه؟ شويه ايمجز المستخدمه في البيج دي، وادي البيج نفسها معموله بالايه؟ بال HTML. ده شكل البيج. خلاص انا عجباني التمبلت دي وعاجبني ان انا يبقى عندي الويب سايت بالشكل ده. خلاص هعمل ايه؟ هروح جاي واخد كل الكونتنت بتاعت البيج، واروح رايح فين؟ في السايت بتاعي. ادي البيج، هجيب السورس بتاعها، هعمل ايه؟ هشيل كل الكلام ده. انا كده كده هجيب الكود بتاع ال HTML بتاعي من الصفحه الثانيه. هشيل كل ده ما عدا مين؟ ما عدا اول سطر. ما عدا اول سطر اللي هو بيربط لك اساسا الايه؟ الكود بيهايند بالانترفيس بالقصه دي، شيل كل الكلام ده واحط الكود بتاعي. خلاص؟ اشوف شكل البيج ضايع خالص، ليه ضايع خالص؟ لان انت ما خدتش الايمجز كمان. روح خد الايمجز بتاعت مين؟ بتاعت السايت ده، كوبي، روح حط الفولدر فين؟ اعمل بيلد الويب سايت بتاعي. تعالوا نعملها تاني. الايمج بتاعتي فاضية خالص اهي، وانا حطيت الايمجز بتاعتي. خلاص بدا يظهر لك التمبلت كلها زي ما هي ظاهره في الايه؟ في الويب سايت. خلاص دي التمبلت زي ما هي، زي خدت نفس الكود بتاع ال HTML وحطيته. خلاص هتلاقي الدنيا هنا يعني انت بتقدر تعمل ايديت براحتك خالص. يعني لو جيت مثلا على حاجه زي المنيو اللي فوق دي، هو كاتب هوم ومش عارف سايت ماب و انا اقدر اخش كده على تاجات ال HTML بتاعتها سورس، هلاقي مثلا كلمه هوم. انا مش عاوز كلمه هوم دي، هسميها مثلا ماي هوم بيج. خلاص ماشي، وتغير بقى اللينك بتاعك ايا كان اللينك بتاعك على انه صفحه. عاوز يعمل ايه كمان؟ انت دلوقتي فين المكان بقى اللي اليوزر هيكتب فيه؟ يعني انا دلوقتي همسك الماستر بيج دي واربطها بيج معين. احنا قلنا ان المكان الوحيد اللي اليوزر يقدر يكتب فيه هو فين؟ هو الكونتنت بليس هولدر ده. طيب انا كونتنت بليس هولدر اللي هو الايه؟ الكونتنت بتاعت البيج. هبدا اشيل الكلام ده، هاجي مثلا على سبيل المثال هنا اروح جاي ضايف
تيبل عشان الدنيا تبقى منظمة عندي شوية. ادي التيبل بتاعي، انا همرج كل السيلز بتاعت التيبل ده واخليها في كلها سيل واحد. عملت ميرجنج خلاص، وهمسك هنا المفروض هتعمل ايه؟ خلاص انت جهزت البيج بتاعتك كلها وعملت بقى مكان، المكان ده هتحط فيه مين؟ الكونتنت بليس هولدر. تلاقي واحد من الكومبوننت بتاعتك او من التولز الموجوده في سيرفر كنترول اسمه ايه؟ كونتنت بليس هولدر. هدراج الكونتنت ده هنا بس كده، البيج بتاعك او الماستر بيج بتاعتك بقت جاهزه خالص. هقدر دلوقتي اجي هنا كده واقول له انا عاوز اعمل بيج جديده، والبيج دي ايه؟ الماستر بيج بتاعتها اللي انا كريتها دي. هعمل رايت كليك واد نيو ايتم، ادي ويب بيج جديده خالص، وهتاخد ماستر بيج. هتاخد من انه ماستر بيج؟ ماستر بيج 2. هعمل ران، بقت ايه؟ ادي شكل الايه؟ شكل السايت بتاعك كله. هو هنا المكان، ادي المكان ده فاضي، انا لسه ما كتبتش اي حاجه جوه البيج بتاعك. خلاص فهمنا فكره الماستر بيج، هي دي الفكره. الفكره كلها ان انت يبقى عندك تمبلت، التمبلت دي جاهزه وانت بتحطها في كل البيجز بتاعك. خلاص، وبيبقى عندك بقى لسه هناخد ان شاء الله حاجه اسمها سايت ماب، ان انا ازاي اقدر انافيجيت ما بين الايه؟ البيجز وبعضها. خلاص كده، يبقى انا هاجي جوه الكونتنت بليس هولدر ده، هاجي ادي البيج بتاعتي، هاجي هنا مثلا اكتب الكود بتاعي اللي انا عاوز اعمله. خلاص كده، ادي الكود بتاعك اهو، او الكلام بتاعك ظهر اهو. خدت انا كده وعملت بيج جديده وقلت الماستر بيج بتاعه هو الكلام ده، هياخد كل القصه دي ويسيب مين؟ ويسيب ده فاضي عشان اليوزر يقدر يعيد فيه. خلاص، اللاب بتاع النهارده عباره عن ايه؟ هتاخد تمبلت طبعا غير اللي انا خدتها دي. خلاص، عندكم تمبلت سير، كل واحد منكم يختار التمبلت المناسب بالنسبه له ويبني الماستر بيج بتاعته. خلاص، ويبدا يعمل ايه؟ عاوزين نعمل بقى ريجستريشن فورم، عاوزين نعمل لوجن، واللوجن ده يستخدم الكوكيز. خلاص، يعني انت هتعمل مثلا لوجن واليوزر نيم والباسورد يتخزنوا جوه الكوكي. تقدر ان انا لما اجي هعمل، او انت عملت ريجستريشن فخدت الداتا بتاعت الريجستريشن وحطها جوه مين؟ جوه كوكي، صح؟ اقدر وانا بعمل لوجن اتشيك اقرا الكوكي بتاعي واشوف فعلا الفاليو، هل اليوزر نيم والباسورد دول فاليد ولا لا. خلاص، هعمل الكلام ده ازاي بماستر بيج زي ده. احنا هنأجل بس بكره ان انا ازاي ابني الكنترولز بتاعتي. انا عاوز بس حاجه كمان، ازاي اقدر اعمل بقى حاجه زي دي؟ ان انا اعمل منيو او نافيجيشن كده يقدر ينافيجيت ما بين البيجز وبعضها. خلاص، تعالوا كده عندنا في الماستر بيج دي، شايفين كلمة مين منيو اللي انا كنت كاتبها؟ انا هشيل مين منيو دي خالص. انا عاوز اعمل ايه؟ انا عاوز اجي هنا كده واحط منيو. المنيو دي يبقى فيها كل البيجز بتاعتي. يعني انا مثلا يبقى عندي منيو، عندي بيج 1 و 2 و 3 و 4، اضغط على بيج 1 يفتح لي بيج 1، اضغط على بيج 2 يفتح لي بيج 2، حاجه زي كده. وحاجه ثانيه، في حاجه ثانيه اسمها سايت ماب، دي اللي انا قلتها دي تري او المنيو، انت بتعمل منيو او تري. في حاجه ثانيه اسمها سايت ماب. ايه السايت ماب دي؟ يعني انت مثلا انا كنت في بيج 1 وبعد كده من بيج 1 دخلت على بيج 2 ومن بيج 2 دخلت على بيج 3. سايت ماب دي فايدتها ان هي تعمل ايه؟ تبقى دايما مبينه لك مين البيرنتس بتاعتك. خلاص؟ يعني مش مبينه لك كل البيجز، لا هي مبينه لك انت كنت فين بس. خلاص؟ يبقى انا لو عاوز اعمل كنترول او الكنترول ده يبقى فيه كل البيجز بتاعتي، الكنترول ده هيبقى اسمه منيو او تري. لو عاوز اعمل نافيجيشن كنترول يبين لي بس كان مين البيرنت بتاعي بيبقى اسمه ايه؟ سايت ماب. فين الكلام ده؟ ادي كنترولز بتاعتك، عندنا حاجه اسمها منيو وتري وسايت وحاجه اسمها سايت ماب. خلاص، لازم الاول انت عشان تعمل سايت ماب ده بيبقى عندك حاجه اسمها ايه، او تعمل السايت ماب باص ده، عندنا فايل زي اللي هو الجلوبال دوت اي اس اي اكس ده. ده فايل بيتحط عندك، ده فايل اكس ام ال. بيبقى عباره عن ايه الفايل بتاع الاكس ام ال ده؟ ده عباره عن يو ار ال لكل البيجز اللي عندك. فايل كده اكس ام ال انت كاتبه عامل زي الاتش ام ال بالظبط، كاتب ان انا عندي بيج 1 وبيج 1 دي بتلينك على بيج 1 دوت اي سي بي اكس، عندي حاجه اسمها بيج 2 وبيج 2 دي بتلينك على بيج 2 دوت اي سي بي اكس. شكله عامل ازاي؟ هاجي هنا مثلا في الفايل بتاعي واقول له رايت كليك اد نيو ايتم، واقول له الايتم بتاعي ده حاجه اسمها ايه؟ سايت ماب. افتح كده السايت ماب ده، ده اكس ام ال، خلاص ملف اكس ام ال عادي. هاجي اقول له مثلا انا عندي
احنا عندنا كام بيج دلوقتي؟ احنا لسه ما كريتناش ولا بيج. تعالوا كده نيجي اعمل اد نيو ايتم ويب بيج. اسميها مثلا بيج 1. سيلكت الماستر بيج بتاعتها، ماستر بيج الاولانيه. هعمل بيج كمان خلاص. عملنا 3 بيجز وربطناهم بالماستر بيج بتاعتنا. تعالوا هنخش جوه ملف الاكس ام ال ده اللي هو السايت ماب. ده بيعمل ايه؟ هو بيقول لك هنا اليو ار ال، ماشي. انت دايما عندك ايه؟ عندك بيرنت بيج او البيج اللي ماسك كل البيجز بتاعتك. عندي اول بيج اللي هي ايه؟ بيج 1 دوت اي اس بي اكس. طيب اليو ار ال اللي هيطلع هنسمي مثلا كلمه بيرنت مثلا. خلاص. طيب البيج دي جواها كام بيج؟ جواها 2 بيج. عندي بيج 2.asbx دي هسميها مثلا first child، وعندي كمان بيج 2 بيج 3.asbx. دي البيجز بتاعتك كلها. تكتب كل بيج وبتدي كل بيج تايتل بس. خلاص. تعالوا نرجع كده على الماستر بيج بتاعتنا. انا عاوز الماستر بيج بقى المنيو اللي تبقى، عاوز احط مثلا سايت ماب دي فوق هنا كده. فيجي اقول له انا عاوز اعمل سايت ماب. اول ما ابتدي اجي السايت ماب دي، هو اوتوماتيك بيربط السايت ماب دي بمين؟ هو بيربط سايت ماب باص بملف الاكس ام ال. بيربط سايت ماب باص بملف الاكس ام ال بتاعك. خلاص. تعالوا كده نروح على البيجز بتاعتنا. انا قلت البيرنت بتاعتهم هي مين؟ بيج 1. هروح على بيج 1 لقيت السايت ماب ده ايه؟ السايت ماب بس ظاهر في بيج 1، وهتلاقيه بيج 2 وهتلاقيه بيج 3. تعالوا كده نروح تاني على الماستر بيج. الناس متابعه يا جماعه بعمل ايه ولا الناس تهت؟ هي لا دي يعني ايه؟ تهنا يعني؟ انت عندك شويه بيجز. خلاص احنا ماشيين بريتم على مهلنا. احنا عندنا شويه بيجز خلاص في السايت بتاعك، وانت عاوز تعمل منيو. المنيو دي اوتوماتيك مربوطه بايه؟ بالبيجز بتاعتك. عاوز تعمل شويه لينكات كده، اضغط على بيج 1 يوديني بيج 1، اضغط على بيج 2 يوديني بيج 2. لكن تعمل الكلام ده ازاي؟ في حاجه اسمها سايت ماب. خش جوه الملف بتاع السايت ماب ده اللي هو الاكس ام ال. ابدا اقول له انا عندي بيج 1.asbx دي بيج، التايتل بتاعها مثلا بيرنت. دخلت قلت له انا عندي بيج 2 خلاص .asbx اسمها بيج 2، عندي بيج 3.asbx اسمها بيج 3. يبقى كده اللينكات بتاعتك عامله ازاي؟ بيرنت وبيج 2 وبيج 3 اللي هي الاسامي اللي انا سميتها جوه. اما بضغط على اللينك بينهم هو اوتوماتيك بيروح لمين؟ للسايت ماب. يقرا يقرا اليو ار ال بتاعها كام ويروح جاي ظاهر هو. لسه الدنيا برده صعبه. طب ممكن نشوفها، تعالوا نشوفها في الران بس هتبقى عامله ازاي. انا هاجي على البيج الاولانيه، هكتب هنا بس بيج 1 بيج 2. طبعا المكان الوحيد اللي مسموح لي اكتب بيه هو مين؟ هو كونتنت بليس هولدر ده بس. واروح على الماستر بيج بتاعتي. طبعا في حاجه اسمها هنا اوتو فورمات، ان انت تغير في ايه؟ في شكل الفورمات بتاعك ايا كان. شوف الشكل اللي مناسب بالنسبه لك واستخدم. تعالوا نعمل ران واحنا واقفين على بيج 1 دي. عملت راننج وانت واقف على بيج 1، شايف ظاهر في الهيدر كلمه ايه؟ كلمه بيرا، صح؟ ظاهر في الهيدر كلمه بيرا. لو انا جيت دلوقتي عملت لينك، كنت عامل شويه لينكات بقى على اليمين هنا، واللينك ده انا دلوقتي ضغطت مثلا على بيج 2،
هي بي جي 2 كان مين البيرنت بتاعها؟ بي جي 1. فيبدا في السايت ماب ده يقول لك بيرنت وبعد كده يعمل لك السهم بتاعه ويقول لك ايه ده انت في بي جي 2 اللي هي ورثه من مين؟ من البيرنت. طيب تعالوا بقى الحته دي اعملها ازاي؟ اعملها بالمنيو. تعالوا هنا نيجي كده برضو في الماستر بيج بتاعتنا هاجي في الجزء بتاع المنيو ده انا هدراج ايه منيو. المنيو دي برضو مربوطه بمين او التري دي مربوطه بمين؟ مربوطه بالسايت ماب بتاعي. هتشوز الداتا سورس بتاعه سايت ماب شايف جايب لك الايه دي الاسامي اللي انا كنت كاتبها جوه السايت ماب بتاعي خلاص. انت بقيت عندك المنيو اهي بالشكل ده شايف. هو بيقول لك ان البيرنت بتاعهم هو مين؟ انت بيج 1 دخلت انت على بيج 2 فده يعمل ايه؟ حاجتين. اولا الكونتنت بليس هولدر بتاعك اتغير هو دلوقتي واقف على بيج 2 وعمل ايه في السايت ماب فوق؟ قلنا ان السايت ماب دي بتبين لنا بس مين البيرنت بتاعك خلاص. التري جابت لك اللينكات انت ما ربطت التري والسايت ماب جابت لك الايه؟ اللينكات كلها بتاعت البيجز. السايت ماب بس عملت ايه؟ لا دي بتبين لك بس انت كنت فين. يعني انا اقدر اضغط تاني على البيرنت هنا وارجع تاني للتشايلد بتاعي ضغطت على سكن فقال لك ايه؟ انت كنت في البيرنت والبيرنت دي بقى ايه؟ بقيت في السكند والسكند البيرنت بتاعتها اللي هي بيج 1 خلاص؟ فهمنا القصه؟ قال لك ان السايت ماب اللي جوه دي تعالوا نرجع تاني نفتح السايت ماب قال لك ان السايت ماب اللي جوه او الاكس ام ال اللي جوه ده لازم يبقى ليه 1 بيرنت خلاص؟ يعني لازم يبقى فيه بيرنت هو اللي ماسك كل الايه؟ كل الداتا اللي جواه. يعني انت عامل هنا سايت ماب الاولاني بيج 1 دي بقت هي البيرنت بتاعهم كلهم خلاص. اقدر اعمل ايه اكتر من واحد جواه خلاص. طب انا لو عاوز اعمل مثلا يعني ده في بيرنت وفي بيرنت تاني وليه تشايلد خلاص زي الجد والاب والاولاد. فقال لك تخش هنا شايف الحاجات اللي جوه دي بيج 1 بيج 2 بيج 3 دول تشايلد بتوع مين؟ بتوع بيج 1. لو لاحظت في الاخر كده هتلاقيه هو قافل الايه؟ قافل التاجه نفسها شايف؟ هو هنا قافل التاجه. انا اقدر اعمل ايه؟ افتح التاجه دي واجي هنا اقول له ده هيبقى جواه برضو ايه؟ تشايلد خلاص. ساعتها اجي هنا جوه اعمل ايه؟ واكتب تشايلد ليه فهتبقى الدنيا مش يعني هو دايما هيبقى ليها 1 بيرنت ده اكيد. بس انت لو عاوز التشايلد نفسها يبقى ليها تشايلد او سب تشايلد كمان تقدر تعمل الكلام ده خلاص. النافيجيشنز دي كل النافيجيشنز دي او النافيجيشنز دي بتساعدني في ايه؟ ان انا اقدر اتنقل ما بين البيجز وبعض. عمل لك هو حاجه اسمها سايت ماب انت بتقدر تحدد بس ايه البيجز اللي انت هتشتغل عليها خلاص والديسكربشن او الاسم اللي انت عاوزه يطلع. واوتوماتيك انت السايت ماب اوتوماتيك لوحدها كده انت اول ما بتعمل لها دراجنج بيحصل ايه؟ هي اوتوماتيك بتتربط بالسايت ماب خلاص. انما التري لا لازم انت تختار اللي السورس بتاعها. طب هو ينفع يبقى عندي مثلا داتا سيت واربط التري دي بالداتا سيت؟ داتا سيت بتقرا حاجه من داتا بيز وعاوز تعرض الحاجه دي عندك مثلا تيبل اسمه تيبل فيه كاتيجوريز والكاتيجوريز تحتيها برودكتس خلاص والبرودكت تحتيها ديسكريبشن. انت عاوز تعمل حاجه بالشكل ده افتح الكاتيجوري الاولاني يجيب لي البرودكت تحتيه افتح برودكت معين يجيب لي الديسكريبشن بتاعه. الكلام ده اكيد متخزن في الداتا بيز. ينفع اربط التري بتاعتي في بالداتا سيت او بال او بالداتا سيت ينفع ولا ما ينفعش؟ قال لك ما ينفعش. ليه؟ ما ينفعش. ليه؟ ينفع اعملها كودنج. ينفع انا اعملها كودنج اقعد اد نوت واقرا حاجه من الداتا بيز واضيفها في النوت كاني عامل فور لوب كده. يعني اجيب الداتا سيت واعمل عليها فور لوب وابدا امسك ريكورد ريكورد واخد القيم بتاعتها واقعدها على النوت خلاص. ان شاء الله لما ناخد الداتا سيت هبوريكم ازاي دي تتعمل. بس ما ينفعش اوتوماتيك انا كده على طول اربط التري بمين؟ بداتا سيت. ما ينفعش اوريدي انا اربط التري بداتا سيت. في انترفيس كده اسمه اي هيراركال ده انترفيس بيورثه لايه؟ بيورثه كل الحاجات اللي بتتعامل مع مين؟ مع التري خلاص. الداتا سيت دي ما بتورثش او ما بتمبلمنتش الانترفيس اللي اسمه ايه؟ اي هيراركال. وبالتالي انت لو عاوز تعمل الكلام ده لازم تعمله ايه؟ كود خلاص. صعب الكلام؟ طيب ما هي الخطوات موجودة في الفيديو. طيب نلخص بس الكلام اللي قلناه كله. احنا اول محاضرة عملنا ايه؟ كملنا على بقية الطرق اللي انا بستخدمها عشان انقل ايه؟ فاريبلز من بيج لبيج او اللي انا هسيب الفاليوز بتاعتي. خدنا كام طريقة النهاردة؟
خدنا امبارح اثنين اللي هي البريفيوس بيج او البوست يو ار ال، ومين كمان والكويري سترينج. خدنا النهارده اربع طرق. ايه الاربع طرق؟ سيشن الابلكيشن والكوكي والفيو ستيت اللي هي بتتنقل في نفس البيج بتاعك. بعد ما خلصنا الكلام ده دخلنا على الفاليديتورز، فهمنا ازاي ان انا اربط الفاليديتورز بتاعتي بالكنترولز، ده رقم واحد. ازاي انا اقدر اكستمايز واعمل فاليديتور خاص بيا باستخدام مين؟ كاستم فاليديتور. وايه موضوع ريجولار اكسبريشن اخر جزء خالص؟ مين؟ ان دايما في اي ويب سايت ما بتبقاش مش كل مره اروح اكريت البيج كلها من اول وجديد، لا بيبقى في بيرنت للبيجز كلها وانا بتعامل معاه. بيبقى في بيرنت للبيجز كلها وانا بتعامل مع البيرنت ده. البيرنت ده اسمه ايه؟ ماستر بيج. لازم الماستر بيج يبقى جواه ايه؟ كومبوننت كده، هو اهم كومبوننت فيهم اللي هو مين؟ الكونتنت بليس هولدر. انت لما بتجيب اي بيج بتقول اسم الماستر بيج بتعمل ايه؟ بيبين لك الماستر بيج كلها، والجزء الوحيد اللي بتعمل فيه ايديت هو مين؟ الكونتنت بليس هولدر. طب ينفع يبقى انا عندي تمبلت واضيفها على على بيج عندي؟ اه ينفع، زي ما انتوا بتعملوا في اللاب. الواحد منا يختار تمبلت معينه وياخد الكود بتاع التمبلت زي ما هو بالايمجز ويحطها في ايه؟ في ماستر بيج. تلغي كل الكود بتاع الماستر بيج ما عدا اول كود او اول سطر اللي هو رابط الكود بيهايند بالايه؟ بالانترفيس، وتحط الايمجز بتاعتك هتلاقي الايه؟ الماستر بيج كلها موجوده. تبدا تكستمايز فيها وتعد عليها مين؟ كونتنت بليس هولدر. طب ما هتروح تاخد الكود من ملف اتش تي ام ال اكيد مش هيبقى فيه كونتنت بليس هولدر، فانت تقعد تعدل في التمبلت بتاعتك، وبعد كده في الاخر تسيب مكان فاضي كده تحط تيبل ولا حاجه، مكان فاضي ده تدرج وتضرب فيه الكونتنت بليس هولدر بتاعك. خلاص؟ اخر حاجه قلنا ايه؟ ان انا عاوز اعمل كمان شويه نافيجيشن، عاوز ان انا ببقى واقف في بيج اقدر اروح لبيج ثانيه. ايه اللي يساعدني في الكلام ده؟ التري والمنيو والسايت ماب. طيب قال لك ان التري والمنيو والسايت ماب دول دايما انا بربطهم بحاجه اسمها ايه؟ في فايل كده من ضمن الفايلز اسمه سايت ماب. الفايل ده كله اكس ام ال. ببدا اعمل ايه؟ اكتب اسم كل بيج والتايتل اللي انا عاوزه يطلع، اسم كل بيج والتايتل اللي انا عاوزه يطلع. خلاص؟ اول ما بدرج السايت ماب، السايت ماب بتعمل ايه؟ او السايت ماب باص دي بتتربط اوتوماتيك بالفايل. خلاص؟ السايت ماب بتعمل ايه؟ دايما بتوريك انت كنت فين بس. خلاص؟ المنيو والتري، لا المنيو والتري بتروح تقرا من السايت ماب كله وتظهر لك نفس الشكل بتاع السايت ماب زي ما هو. خلاص؟ هي يعني بتعمل لك نافيجيشن كامل، اقدر اضغط على اي حاجه واقدر نافيجيت عليها. وقلنا ان السايت ماب دي ليها ايه؟ وان بيرنت بس. السايت ماب ليها ايه؟ وان بيرنت بس، انا اقدر التشايلد نفسها اعمل لها ايه؟ بيرنتس من جوه. خلاص؟ ماشي؟ انا عارف ان الدنيا كانت مكثفه شويه النهارده بس يعني بسيطه، اللي هو بسيطه خالص. خلاص؟ ماشي. اه يعني انت غالبا هتحطيها في الماستر بيج، لان انت عاوزه لما تروحي كل بيج دايما المنيو ظاهره معاكي. يعني انا رحت هنا في الماستر بيج وحطيت مين؟ انا جيت في الماستر بيج بتاعتي وحطيت مين؟ شايف ادي كونتنت بليس هولدر، مش شايف حاجه طبعا خالص. شايفين الكونتنت بليس هولدر اهو، ده الجزء اللي انت بتعمل فيه اديت، صح؟ كونتنت بليس هولدر ده الجزء اللي انت بتعمل فيه اديت. انما الماستر بيج انا جيت بره الماستر بيج عشان اعمل تيبل، رحت عامل دراجنج لمين؟ خلاص عملت دراج للمنيو بتاعتي او التري بتاعتي عشان تبقى موجوده في كل البيجز. اما اروح من بيج 1 لبيج 2 الاقي برده المنيو دي موجوده عشان اقدر ارجع تاني. لو عاوز اعمل ايه؟ دي ايه علاقتها بالسايت ميب؟ ما انت هتظبطي الكلام ده، انت انت عاوزاه يعني يعمل ريجستريشن اول ما كان يعمل لوجن. طيب ماشي، انت هتظبطي الكلام ده من كودنج يعني جوه. خلاص هظبط ان انا مش هظهر المنيو، هعمل بقى اللي هي ايه؟ نستد ماستر بيج، هعمل تو ماستر بيج، واحده فيهم المنيو وواحده ما فيهاش المنيو. اول ما هو بيدخل على السايت بتاعي بقول له لو سمحت دخل اللوجن بتاعي. والله دخل اللوجن يبدا يظهر الكونتنت بتاع البيجز بتاعتي، صح؟ يبقى يبدا يظهر ايه؟ البيجز الثانيه بس الماستر بيج ثانيه. يبدا يظهر بقيه البيج، خلاص الشخص ده بقى اوثرايزد ان هو يقدر يعمل لوجن. فهيشوف كل الكونتنت، انا عامل 10 بيجز، فيبدا يشوف كل ال 10 بيجز، ساعتها بقى هظهر له المنيو عشان يقدر ينافيجيت. خلاص؟ في مشكله؟ طيب اللاب الموعدين ان شاء الله هشرح لكم موضوع اللاب ده بالتفصيل. في اي حاجه ثانيه ناقصه؟ خلاص؟ تمام كده؟ ده كونتنت بليس هولدر، ده انت لما بتورث من ماستر بيج كونتنت بليس هولدر هو ده المكان الوحيد اللي تقدر تعدل فيه. كان عادة برضه في فلاشة بس، هو انا بحط على فلاشة واحدة.